صباحكم سعيد، اهلا ومرحبا بكم مستمعين على امواج راديو دوزان. مرحبا بكم في حلقه اليوم من كل وتمعنا واللي غادي نخصوها ابتداء من اليوم لوجبات الاكل، وجبات الغذاء. غادي نتكلموا على الفطور، الغداء والعشاء والاهميه ديالهم، على وقتاش خصنا ناخذوهم واشنو ناخذو فيهم. سورتو معنا طبعا الاخصائي في الميدان بامتياز سينابيل عياشي. صباح النور. صباح الخير لسميره، وصباح الخير الساده المستمعين. اذا الاربعاء الفطور، الخميس الغداء، والجمعه العشاء. ان شاء الله نبداو. اذا بدء بالفطور. الفطور اللي تنعرفوا عليه خصنا ناكلوه ديال الملوك. الفطور اللي بزاف ديال الناس ينقزوه وما تياكلوش، حيت ما تكونش عندهم الشهيه مع الصباح. فكيفاش يمكن لهم يتنفعوا من الفطور وهما ما عندهمش الشهيه؟ اولا فكيف ما شرتي في المثال اللي تيقول بان خصنا ناخذوا فطور الملوك، يعني فطور خاصو يكون غني، فطور خاصو يكون عامر بالمجموعه ديال الاغذيه. وهذه حنا غادي نشوفوا اشنو خاص يكون في الفطور وعلاش، وعلاش هذا المثال اصلا اللي كاين ديال ان الفطور خاص يكون وجبه اللي هي واحد الغوبا كوبيو اللي خاصو يكون عامر بمجموعه ديال الماكولات. لان يعني اطول مده كاينه هي، وهذه سبق نشرنا لها، ما بين العشاء والفطور. يعني تقدر توصل 12 ساعة ما دخلنا الجسم تجي حالة. الأبعد من هذا هو أن فترة النمو، فترة الإصلاح، أو لا الفترة اللي الجسم ديالها تقد مجموعة ديال الأمور داخل الجسم ديالنا، هي الفترة الليلية، هي فترة النوم. وبالتالي فالجسم تقدر نقولوا بهذا المعنى تيكون فقد بزاف ديال المكونات اللي مشات دخلات في الأعضاء، ودخلات في الترتيب، ودخلات في التكوين، ودخلات في الإصلاح. وبالتالي الجسم تيكون ما عندوش ما كاينش خزان ما كاينش خزان ديال الطاقة في هذيك الوقيتة ديال الصباح. دونك الفطور تيخصنا ناكلو بزاف باش نعوضوا هذاك الشيء اللي تم الاستعمال ديالو، وباش نبداو النهار ديالنا. الوغ علاش نقولوا الفطور خاصو يكون مزيان؟ لأن الفترة الصباحية، وهنا دراسة بينات على أن عدم تناول وجبة الإفطار تزيد من نسبة الإصابة بالسمنة بنسبة 30%، وخصوصا عند النساء. فهذه الوجبة ديال الإفطار، هنا بغيت نرجع للنقطة اللي شرتي، والأغلبية تقول لك ما عنديش الشهية. أولا الناس كاين ناس مولفين تيفطروا، وكاين ناس ما مولفينش يفطروا. وهذوك اللي ما مولفينش يفطروا راه مسألة وقت، يعني واحد يومين ثلاث أيام أربع أيام غينوض غادي يفطر، اكيد غادي يولف انه غادي يفطر وغادي يجي الشهيه. حيت الشهيه تنقولوا، يعني المثل الفرنسي تيقول لك لابيتي فيان اون مونجون، ما يمكنناش نقولوا حنا الشهيه ما كايناش، فالشهيه تجي بالاكل. خصنا نحاولوا. بطبيعه الحال كاينه نقطه اخرى، ما يمكنليش انني نفيق مع السبعه وباغي نفطر مع السبعه وربع. ما يمكنش انني خصني نفقت مع السبعه وربع وخصني نخرج من الدار مع السبعه ونص وباغي نفطر. ما يمكنش. يعني الفطور كباقي وقته، بطبيعه الحال كباقي الوجبات، يعني كمل وجبه الغداء تنعطيوها وقتها، كمل وجبه العشاء تنعطيوها وقتها، فوقت الافطار خاصنا نعطيوه وقته. فعلى الاقل خاص واحد نص ساعه ما بين الفياق وما بين التناول ديال وجبه الافطار. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، الناس في الاول تنصحهم باش انهم غير يفيقوا من الناس يشربوا واحد كاس الماء عادي، ماشي ضروري يكون دافي ولا سخون ولا بارد، كاس الماء عادي يشربوه باش تنقيو الجسم ديالنا وتنقيو الجهاز الهضمي ديالنا، باش من بعد تفتحنا شيء باش يمكننا اننا ناخذو. الوغ الان اشنو هي، كيفاش خصنا نتناولوا وجبه الافطار ديالنا، اولا شنو هي المكونات الرئيسيه اللي خاصها تكون في وجبه الافطار ديالنا. فقلت اننا تنطيحوا، يعني تنفيقوا الصباح من بعد 12 ساعه ما كليناش، غالب الاحيان تنكون نسبه السكر في الدم غاديه وتتنقص، تتكون ما تكون تنكونوش وصلنا ليبوغليسيمي، ولكن الا خلينا هكاك غنطيحوا في ليبوغليسيمي من بعد، وتتصبح نسبه السكر هابطه في الدم. فهنا اول شيء تيخصنا نرفعوا من نسبه السكر في الدم بسكريات اللي هي سريعه، وفي نفس الوقت تيخصنا نحافظوا على ديك نسبه السكر في الدم مرتفعه، وبالتالي باش ما يكونش عندنا واحد الكرينيوتاج مع العشره باش نوصلوا حتى للغدا. فباش نحققوا هاد الهدفين تيخصنا جوج ديال النقاط، تيخصنا السكريات السريعه وتيخصنا السكريات البطيئه. يعني تيخصنا شي حاجه حلوه اللي غنجيبها من التمر، من العسل، من الكونفيتور، من الشريحه، من غنقدروا نجيبها من الفواكه، سواء عصير فواكه ولا فاكهه في حد ذاتها اللي غادي نتناولها باش نرفعوا من نسبه السكر في الدم. هنا ما عندناش مشكل. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، قلنا بان خاصنا نشويات اللي غادي يساعدونا، لان الناس اللي ما غيتناولوش النشويات في وجبه الافطار ديالهم غادي يلاحظوا بان من بعد غتيجيهم الجوع مع 10 ولا 10 ونص 11، وهنا تيكون الكرينيوتاج. فتناكل النشويات وتنبقى غادي نقدر نوصل بهم حتى ل 12 ولا الوحده، على حساب الكميه اللي خديت وعلى حساب النسبه ديال النشويات اللي خديت. فملي تنهضر على النشويات،
تنقصد بهم الخبز، تنقصد بهم السميده، تنقصد بهم البلبوله، تنقصد بهم القرص، تنقصد بهم الحرشه، تنقصد بهم السمن. عرفتي اليوم في الصباح تناكل القريشلات وفكرت فيك سي نبيل عياشي، لان القريشلات تقولنا راه مزيانين يا عاده زويونه، صوبهم في الدار فيهم اللي خاصهم يعني الزنجلان النافع تو سكيفو، ولكن تنقول راه مصوبين بالفرينه بيضاء، وانت تقولنا ما خصناش الفرينه بيضاء. ماشي مش شوف دابا انت خديتي مثلا هذاك القرص في الصباح بلا فارين بلونش، ولكن غتغداي بلو بان كومبلي وغتعشي بلو بان كومبلي، راه ماشي مشكل يعني باش غادي ناخذها مره مرتين ولا حتى ثلاثه المرات في الاسبوع ماشي مشكل، ولكن المشكل فين تيوقع؟ منين تيولي هذيك لا فارين بلونش جايه على حساب لا فارين كومبليت. انا عمرني ما كنت ضد اننا نتنوعوا في الماكله ديالنا، حنا ملي تنهضروا على الخبز الكامل ولا لا فارين كومبليت ولا الخبز ديال الشعير فتنقولوا انه ما خصوش يتعوض بالخبز الابيض، اما باش نديروا القرص ولا نديروا الحرشه ولا نديروا مسمنات ولا نديروا هذا ما عندناش مشكل، بالعكس مساله اللي هي مزيانه خصوصا وان المكونات مهمه جدا بحال الزنجلان بحال النافع. طيب هذه النقطه وبي ابخي مي راه ماشي هذيك الوجبه هي اللي غتخلق لي مشكل، يعني خاص الناس تيكون ديجا مولفين تياخذوا لا فارين كومبليت، منين غياخذوا هذاك القرص مصايب لا فارين بلونش سي با غاف سي با لا فان دي موند باش نوعوا ما عندناش مشكل. فقلت ان هذه النقطه الثانيه ديال النشويات، فهنا الخانه ديال السكريات. من بعد تنجيو لنقطه اخرى كذلك النقطه اللي هي مهمه، لان الهدف من الفطور هو انني لان التركيز العالي والعمل بزاف اللي تيكون غالب الاحيان تيكون في الصباح، الاهميه ديال العمل تتكون في الصباح، العشيه ما تبقاش العمل بديك الحده اللي كان بها الصباح. فقلت ان هذه فيما يخص السكريات. من بعد كاينه نقطه اخرى، لان الجسم محتاج لمجموعه ديال المكونات الغذائيه، من بين هذه المكونات الغذائيه اللي هي تعتبر مصدر مهم ومن اهم مصادر الطاقه هي الدهنيات. فملي تنهضروا على الدهنيات بطبيعه الحال تنهضروا على الزيوت اولا اللي هي زيوت نباتيه بحال زيت الزيتون او زيت ارغان اللي خصها تكون حاضره في المائده المغربيه اللي هي حاضره اصلا في المائده المغربيه وخصها تكون حاضره في الفطور ديالنا سواء بطريقه مباشره او لا بطريقه غير مباشره، يا اما غنغمس في زيت الزيتون كما تنديروا او لا نقدر ندير مثلا زلافه ديال السميده ولا ديال التيشه وغنكب فيها معلقه ديال الزيت البلديه، او لا نقدر ناخذ مسمنه وتنعرفوا بان المسمن اصلا تيكون فيه شويه ديال الزيت، دونك هنا ما عندناش مشكل. هذه النقطه الاولى وهذا مصدر مهم وهذا مصدر اللي هو ضروري ديال الدهنيات، او لا نقدروا مثلا بعض الاحيان الناس اللي ما عندهمش مشكل ديال الكوليسترول وما عندهمش مشكل ديال امراض القلب والشرايين بعض الاحيان يمكن نبدلوا، يمكن ناخذوا فرماجه، فالفرماجه كذلك فيها الدهنيات ديالها فيها البروتينات ديالها. فملي تناخذ حنا خدينا السكريات خدينا كذلك الدهنيات خدينا النشويات، فهذه تعتبر واحد الوجبه اللي هي وجبه كامله وتتعاونني باش نبدا اليوم ديالي في احسن ظروف وبطاقه. سي نبيل عياشي بالنسبه للناس اللي تيبغيو يفطروا بالفواكه مزيان ولكن ماشي بوحدهم، حيت دابا ملي تنهضروا بزاف على الفواكه الناس يسحب لهم بان راه الاكثار من الفواكه حتى هو نقطه اللي هي مزيانه، نفطر بفاكهه ولا جوج ما عنديش مشكل حتى ثلاثه ولا حتى اربعه الا غادي نعصرهم ماشي مشكل نقدر ناخذ عصير فواكه، ولكن الا خديت غير الفاكهه بوحدها في الفطور شنو غادي يوقع لي من بعد واحد الساعتين ولا ثلاثه الساعات غتنخفض نسبه السكر في الدم وغادي غنبغي ناكل مع العشره وخصني عاوتاني ناكل حاجه اخرى، وهنا غنوطيحوا في واحد الحلقه اللي هي مفرغه. فناخذ الفواكه ماشي مشكل، ولكن نتناول معاهم حاجه اخرى، نتناول معاهم نشويات اللي غيمكنهم يشدوا لي نسبه السكر باش تبقى غاديه حتى الغداء باش ما يكونش انا غنيو. وانا بالنسبه للناس اللي تيكونوا مسقومين في الصباح وما عندهمش الوقت وما تيقدروش ياكلوا جمعت لهم الحل في وصفه واحده فهو ان سموثي، يعني نعم. شوف نعم. ما كاينش ما احسن من الفطور البلدي، شويه ديال املو شويه زيت البلديه خبز ديال الشعير بالبوله، انا متفقه معك. كاين الناس اللي خاصهم شي حاجه بارده شي حاجه حلوه شي حاجه خفيفه، انا تعطيهم الحل خاصهم بنانه يكونوا يا اما مكونجلينها من البارح ولا غير بارده، شويه ديال الفخير سواء مكونجلي ولا بارد، حفينه ديال الشوفان ياك، ومعلقه كبيره ديال الزريعه ديال القرعه، ومعلقه كبيره ديال زريه الكتان، كاس ديال الماء اولا كاس ديال الماء كوكو، طحن كل شيء وشرب لذيذ بزاف وصحي بزاف. دابا انت كاع داكشي اللي بدينا تندندنوا عليه من القبيله جمعتينا في وصفه واحده في عصير واحد باش ما يبقاوش عندهم الاكسكيوز يقول لك ما عندناش الوقت ولا ما عندناش هادي. كاين هذا سان سموثي غزال صحي ولذيذ
بعد على حسب كاين اللي يقدر يزيد فيه التمر، يقدر يزيد فيه اللوز مثلا. هذه هي الوصفه الاساسيه. بعد يمكن طبعا لما لقيتوش الزريعه ديال القرعه تقدروا تعوضوها بحوايج واحد اخرين، لكن الاساس فيها هي بنانه، شويه الفخاز، حفنه ديال الشوفان، معلقه ديال زريعه القرعات الحمراء، ومعلقه ديال زريعه الكتان، كاس الماء او لا كاس الماء ديال الكوكو، حليب ديال الكوكو، الماء ديال الكوكو ماشي حليب ديال الكوكو. تنظن بانه غذاء كامل لذيذ. نعم. وغادي يشد لنا شي شويه على التلقاء اكيد ياك؟ اكيد سورتو ملي تكون فيه النخاله ولا الشوفان اكيد انه غادي يشد. شكرا لك سي نبيل. شكرا لك سي على الفطور ديال اليوم. غدا نتلاقاو للغدا تشيينو تتشي حالك. جيبو سيدي الفطور جاي نجيبوه. لا لا يعطيك شكرا. اذا غدا غنتلاقاو مع اهميه الغذاء ووجبه الغذاء والوقت ديال الغدا وشنو خاصنا ناكلو في الغدا. الكل في كل وتمعن غدا ان شاء الله مع سي نبيل عياشي، يكونوا في الموعد. الى اللقاء.